أحسن الله إليكم، امرأة عملت عمرة منذ 3 سنين ودخلت الكعبة من غير إحرام، فهل عمرتها صحيحة مع العلم أنها أتت بعمرة ثانية من التنعيم عن أبيها؟ إن كان القصد أنها لم تنوي الإحرام، لم تنوي الإحرام، فإنه ليس لها عمرة، لأن الإحرام ركن من أركان العمرة ولا تنعقد إلا به. أما إن كان القصد أنها نوت الإحرام ولكنها لم تتجنب المحظورات، لأن بعض الناس يظن أن الإحرام هو الملابس، هو لبس الملابس الخاصة بالإحرام، ومن لم يلبسها فليس بمحرم، وهذا غلط. ما هذه محظورات وليست هي الإحرام، وإنما هذه من محظورات الإحرام فقط. فلو نوى بقلبه ولبى فإنه يصح إحرامه ولو لم يلبس ملابس الإحرام، لكن يكون عليه فدية إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام. لم يفسد إحرامه إلا بالجماع، الجماع هو الذي يفسد النسك، أما المحظورات الأخرى كالطيب وقص الأظافر ومحظورات ولبس المخيط للرجل ولبس النقاب للمرأة والقفازين للمرأة، هذه محظورات لا تفسد الإحرام، ولكن يفدي بدلها فدية، إما أن يذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين في الحرم، هذا محظور ولا يفسد الإحرام، وتجبره الفدية. فإذا كانت هذه المرأة نوت الإحرام ولبت ولكنها لم تتجنب محظورات الإحرام، فإن عليها الفدية وعمرتها صحيحة.